أبرز وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف دور الجزائر في المنطقة من خلال إطلاق عديد الوساطات لإنهاء الأزمات والنزاعات وقيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلا عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار. جاء هذا خلال محاضرة ألقاها الوزير عطاف حول الأوضاع في منطقة الساحل بمعهد شاثام هاوس البريطاني في لندن، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. Algeria carries out its role as a stabilizing force in the Sahel region. تمارس الجزائر دورها كقوة استقرار في منطقة الساحل من خلال دبلوماسية نشطة لتعزيز السلام والتنمية، وانطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية لا سيما عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات والتعاون والتضامن. تمحور جهود الجزائر حول ثلاثة محاور أساسية: أولا، القيام بالوساطات لإنهاء الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة. ثانيا، قيادة التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. ثالثا، دعم المشاريع التنموية في دول الجوار وفي منطقة الساحل من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي للتضامن والتنمية.